كل حضراتكم ان الرئيس الامريكي باراك اوباما اعلن، الراجل ما بيخبيش، لانه اللعب دلوقتي على المكشوف وببجاحة، يعني بوضوح شديد. قال كده ان نيته في حوار الربيع القادم مع حلفاء الولايات المتحدة من الدول الخليجية هيعلن فيه، الراجل بيقول هيعلن تقديم دعم امريكي ضد الاعداء الخارجيين. مين هم الاعداء الخارجيين؟ مين هم الأعداء الخارجيين لكل القائمين على التحالف؟ الكلمة دي اتحط تحتها 50 سطر. ده احنا كل شوية بنغير مصطلح. دي أول جملة، وهيشترط كمان، هيحط شروط على دول الخليج اللي بيدعوها في الربيع القادم لكامب ديفيد. ايه الشروط اللي هيحطها؟ هيملي على قيادات دول الخليج إصلاح السياسة الداخلية. يعني إيه؟ يعني أنت جايب ملوك ورؤساء وأمراء علشان تملي عليهم شروط؟ إيه ده؟ الكلام ده أوباما قاله فين؟ علشان لازم يكون قدامكم، عشان محدش يقول هي أماني جايباه منين. أنا عايزة حضراتكم تشوفوا معايا صحيفة النيويورك تايمز، والنيويورك تايمز عامله الحوار ده مع اوباما، بس اللي عامله هنحط تحت اسمه 3000 خط، اللي عامله اسمه توماس فريدمان. وتوماس فريدمان ده اللي عمل الدرافت، المشروع بتاع ايه؟ بتاع المبادره العربيه التي قدمت في قمه بيروت العربيه. ياه، يعني اكيد مش صدفة ان فريدمان هو اللي يعمل مع اوباما بعد ما استرد عافيته ووقف في وش الكون وحلفائه من دول الخليج، يأكد اللي قاله اثناء تقديم واجب العزاء في المغفور له جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز. ده بيقول المشكلة في مين؟ مش في ايران، المشكلة في الأعداء الخارجيين اللي هم مين؟ لسه ما حطناش تعريف. 2، بيقول المشكلة الحقيقية اللي لازم تعرفوها يا أمراء وملوك منطقة الخليج، وفقا للي منشور على لسانه في النيويورك تايمز مع توماس فريدمان الذي هو قريب وصديق للعديد من العائلات الحاكمة والمالكة في دول الخليج كلها، يعني نقدر بسماعة التليفون نتأكد. قال لهم ان في شروط هتملى، وهذه الشروط عليهم انهم يستوعبوا دور ايران الذي اقرينا به لانها ليست عدو، وعليهم ايضا يعرفوا ان المشكلة الحقيقية هي في تحسين اوضاعهم الداخلية. مع مين؟ مع شبابهم. ايه ده؟ ده انت بتهيئ الارض لشيء اخر. ايوه، يعني الموضوع ما زال في إشارة للفوضى الخلاقة. أيوة، في استكمال للسيناريو. أيوة، لأنه قدر يقنع الجميع. بصوا هنا، دي اليمن، دي المشكلة. هي ما كانتش مشكلة في صنعاء وبقت مشكلة في عدن، دي المشكلة. فيبص الجميع في المشكلة، ولما كل الدنيا تبقى مشغولة ويبقى في شعور بالغضاضة نتيجة المصالحة اللي تمت مع إيران، يا على طول يروح قالب الصفحة وتعامل مع الشباب السعودي اللي بيقول مباشرة في هذا الحوار انه مع الافق قدامه مسدود، وانه لا يملك الا ان يذهب الى داعش او جبهة النصرة او كل ما هو متطرف. وعلشان كده قال لهم جملة خطيرة جدا، خلوني اقراها لحضراتكم. بيقول لهم وانما أوباما بيقول إن أكبر خطر يهدد الدول العربية ليس التعرض لهجوم محتمل من إيران، وإنما السخط داخل بلادهم، لا سيما من قبل الشبان الغاضبين والعاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم. وبيقول كمان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتساءل كيف يمكنها تعزيز الحياة السياسية في هذه البلاد. دي دعوة للتدخل على طريقة مين؟ اللي حصل عندنا وقبلنا في أوكرانيا، وقبلنا في جورجيا، وقبلنا كلنا في العراق 2003.
وهلم جر، يعني الآن الدائرة تدور فيما يبدو من هذا الحوار الخطير جدا أن الدائرة تدور. خلوني أحاول أفك شفرة هذه الأشياء من مشهد خارجي ونطرح الأمر على الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو العنين من لندن. أستاذ محمد خليني أسمع من حضرتك. أستاذ محمد. أيوة معاكي فندم. مساء الخير، عايزة أسمع من حضرتك تحليلك. إحنا قدام مشاهد كلها خبرية مقتطعة من الأخبار، يعني هو يعني ربما يكون المشهد في المنطقة قد يعني ما حدث في خلال الخمس سنوات أو الأربع سنوات الماضية قد طرح مزيد من الآفاق أمام تغييرات كبيرة في المنطقة. هناك تدخلات من جانب القوى الكبرى، هناك أعتقد أن سيولة في المنطقة، ربما سيولة في الحالة السياسية والحالة الأمنية سمحت لعديد من القوى بالتدخل وبمحاولة تغيير خريطة المنطقة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قوى كبرى لديها مصالح في المنطقة ولديها طموح سياسي في إعادة تشكيل المنطقة وفق مصالحها، أعتقد أن هذا الأمر حقيقة قائمة. ولكن على الجانب الآخر ما لا يجب إهماله هو الجزء المتعلق بأننا يجب أن نرى المشكلة في المنطقة العربية. المنطقة العربية بها مشكلة كبيرة وهي حالة السيولة، حالة التفكك البادية، حالة يمكن أن نقول الارتخاء الحادثة في النظم السياسية في المنطقة العربية، والتي سمحت بهذا أو التي سمحت لهذا التدخل بأن ينتج أثر على الأرض يجعل حالة الميوعة وحالة هذه السيولة في يعني رغبة لإعادة تشكيلها بما يتناسب مع مصالح تلك الدول. طيب هذه بداية يعني بالضبط. خلينا نقرب شوية علشان الكلام كده من رؤية واسعة شوية أو مظلة عامة. أنا عايزة أقرب من المشاهد اللي رصدناها واللي هي ما ينفعش نغفلها. تركيا بأمر بتتحرك وقت زيارة الرئاسة المصرية فتحصل على مكاسب اقتصادية. طيب تركيا النهاردة بتستقبل ولي العهد، كمان بكرة أردوغان في إيران اللي مازال جناح قوي داخل العائلة المالكة في السعودية بيراها عدو، وأوباما بيقول هي مش عدو وهتقولي في الربيع وهملي عليكم شروط. ده اللي احنا محتاجين نفهمه، لأن ده اللي ممكن يساعد شعوبنا في الخليج إنها تنتبه فيما يبدو أن الدائرة تدور وإن طريقة الفوضى الخلاقة في مصر وتونس وليبيا ستكون ربما بطرق أخرى في منطقة الخليج. خليني أقول لك إنه المرحلة الأتاتوركية في تركيا والتي أفرزت إلى حد ما هذا الشكل الموجود والذي سمح للتيارات الإسلامية أيضا بأن تكون موجودة وتتشكل، والتي سمحت بتشكل حزب العدالة والتنمية في تركيا وهو حزب ممثل في أغلبه لجماعة الإخوان المسلمين، شئنا أم أبينا يتمتع أردوغان كقيادة بقدر ما من البراجماتية والعملية التي تسمح له بأن يكون في الصورة وأن يستغل طموحات القوى الإقليمية في المنطقة. تمام. فهو في الناحية أخرى اسمحي أكمل هذه الجزئية، فهو من ناحية قد استغل الفترة التي فرض فيها الحصار على إيران ووصل حجم التبادل التجاري ما بين إيران التي هي في نهاية المطاف يمكن أن نقول أنها دولة شيعية. على الجانب الآخر وأنا يعني لدي عدد من التحفظات على استخدام هذه المصطلحات ولكنها في الحقيقة لا تتناسب إلا مع الصورة التي حاولت تركيا أن ترسمها خلال الأعوام القليلة الماضية. بلغ حجم التبادل التجاري ما بين تركيا وما بين إيران ما يقارب 25 مليار دولار، هذا الرقم ضخم. استغلت تركيا هذه العلاقة في الفترة التي فرض فيها الحصار على إيران وكانت منفذ للإيرانيين. هذه جزء عملياتي لا علاقة له بانتماء أردوغان كممثل لتيار الإسلام السياسي. على الجانب الآخر أيضا أردوغان يحاول الآن في هذه اللحظة أن يلعب دورا ما
تركيا تدرك ان وجودها في منطقة العربية منبوذ، ان وجودها السياسي لديه عديد من المشكلات، جزء منها موروث عن الخلافة العثمانية واثرها وما يعني وما ترسخ في نفوس عدد كبير من انا عايزك تاخدني للضفة الاخرى. يعني ربما المشهد التركي الى حد كبير يعني اتكلمنا فيه كتير، وناس تانية طبعا كتير اتكلمت فيه، احنا عايزين نروح للضفة الاخرى. بعد 4 سنين وشوية من مشهد الى حد كبير اتضح يعني فعليا على الارض، احنا شايفين ان يعني من الطرف الاخر هناك اقدام وهناك محاولات، وكأن ما عاشته دول 5+1 من اتفاق اطاري ليس نهائي مع ايران ما وصلش حد. يعني 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 خليني اقول لك ايضا انه يعني ما 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 يمكن ان نقول انه قد تحقق خلال هذه الفتره هو في النهايه انجاز جئنا ام ابينا للايرانيين، او يحسب للايرانيين انهم استطاعوا ان يتفاوضوا مع القوى الغربيه وان يصلوا الى اتفاق استطاعوا من خلاله ان الى حد ما تحتفظ ايران نفسها بنسبة تخطيط ممكنة تسمح لها بالوجود والتأثير في المشهد الاقليمي. بالظبط. خليني اقول لك انه الصورة التي ترسمها الولايات المتحدة الامريكية تدرك تماما اهمية الدور الايراني في المنطقة، وتحاول بقدر الامكان ضرورة ضبط التوازنات الاقليمية، لان العين الامريكية الان منصبة على مناطق اخرى تريد ان تترك المنطقة في ايد تستطيع ان تتعامل معها. الولايات المتحدة الامريكية تنظر الى منطقة المحيط الهادي والباسيفيكي ومنطقة الباسيفيكي وتركز عليها وبحر الصين، هناك الجزء الاكبر من الاستراتيجية الامريكية في الوقت الراهن والجهد الامريكي منصب الى هذه الجزئية. طيب. وبالتالي فهي تريد ان ترسم المنطقة العربية التي ترغب في ان تتركها في النهاية، لن تتركها بشكل كامل، ولكن ان تترك وكلاء اقليميين يستطيعون شرط جديد ومحاولة التعاطي معها. تمام. انا هحترم انه فيما يبدو حضرتك مش عايزنا نروح للطرف الاخر، عايز اسمع تعليق ولو مقتضب عن مقال توماس فريدمان في نيويورك تايمز. شوفي خليني اقول لك ايضا ان الولايات المتحده الامريكيه تجاذبها رؤيتان، هناك الرؤيه الجمهوريه التي كانت ترى في فتره ما ضروره ان يكون هناك يعني التركيز على قضايا الحريات وحقوق الانسان، واعتقد ان هذا كان خطابا. في النهايه هذه الدول لا تعرف معنى يعني فكرة القيم بالنسبة لها يتم توظيفها لخدمة أو لتحقيق الأهداف السياسية. أعتقد أن لدى الجمهوريين فصيل، لدى الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم باراك أوباما أيضا، رؤية ما. هذه الرؤية بوضوح شديد جدا ترى أن تغييب العملية الديمقراطية في المنطقة وعدم مشاركة الشباب في 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 الحكم جزء منها هو الذي تسبب كما يقولون في هشاشة الأنظمة العربية. هذا خطاب يتحدثون به رغم أن الولايات المتحدة نفسها هي التي تدعم من ناحية أخرى بعض التنظيمات كجماعة الإخوان المسلمين. أنا عايز حضرتك تقول لينا في مصر وللشعوب اللي بتشوفنا في منطقة الخليج الغالية علينا إن هناك تجهيز ما يتم، عايز أسمع منك رأيك في ده. الكلام إنه فجأة رجع تاني يقسم الشعوب العربية حتى حلفائه أعز حلفائه لأجيال، ده رجع ياخد العينين في حتة ويجهز الأرض الحتة، وحضرتك تعلم جيدا أن الخليج كله السعودية والخليج بسهولة جدا يمكن التعامل عبر تويتر. إحنا عايزين نسمع الأشياء الحقيقية اللي قلقانة، هل ده متاح؟ هل اسم فريدمان يحيلك بشيء؟ يعني في النهاية جزء كبير مما يقوم به يعني يمكن أن نفسر ما يحدث على أنه جزء منه في إطار المؤامرة، وجزء منه أيضا في إطار أن هناك محاولات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا لإعادة صياغة هذه المنطقة. هناك مشروع، هذا المشروع صحيح. أنا بشكرك وسامحني للمقاطعة، بشكرك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو العنين كان يتحدث إلينا من لندن. الحقيقة خلوني أقول لحضراتكم
الفكرة دي نفسها.